أهلا بكم في حلقة جديدة من بتوقيت مصر، وفيها الداخلية تكشف تفاصيل التفجير الذي استهدف كنيسة مسطرد تزامنا مع تصفية 6 أشخاص بالسادس من أكتوبر. مصر ترفض رئاسة المجلس الوزاري لحوض النيل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة. وفي النصف الثاني نناقش التزام الحكومة تقليص أعداد موظفي الجهاز الإداري للدولة تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي. تابعونا. وزارة الداخلية كشفت عن تفاصيل الحادث اللي حاول فيه انتحاري انه يفجر كنيسة السيدة العذراء في مدينة مسطرد، واللي لحسن الحظ اعترضوا امين شرطة فاضطر لتفجير نفسه اعلى الكوبري على بعد تقريبا 30-40 متر من الكنيسة. تم تحديد الهوية، هوية المنفذ، وتبين انه اسمه عمر محمد احمد مصطفى وعمره 29 سنة. كمان تم ضبط عناصر البؤرة الإرهابية المكونة من 6 أشخاص كانوا بيساعدوه بإعادة التفجيرات، بيساعدوه بأوجه مختلفة يعني لتنفيذ هذا الهجوم. في سياق متصل، وزارة الداخلية أعلنت اليوم تصفية 6 أشخاص داخل وحدة سكنية في مدينة السادس من أكتوبر، وقالت الوزارة في البيان أنهم قاموا بتشكيل خلية إرهابية كانت تسعى إلى استهداف منشآت حيوية وترويع المواطنين ونشر الفوضى خلال عيد الأضحى. بنرحب عبر الهاتف بالاستاذ محمد الطوخي، الصحفي المتخصص في الشأن القضائي. استاذ محمد، برحب بيك. مرحبا بحضرتك ومرحبا بالساده المشاهدين. اهلا بيك. حطينا كده على اخر التطورات في التحقيقات الداخليه، ما كشفته هذه التحقيقات من مفاجآت او من تفاصيل بشأن هذا الحادث. طبعا احنا عندنا في الامس واليوم كان هناك قبض على خليه ارهابيه بالامس كانت في القاهره، واليوم خليه ارهابيه اخرى تم الكشف عنها بمنطقه السادس من اكتوبر محافظه الجيزه. طبعا هناك من وزاره الداخليه المصريه تتابع مستمر للشقق السكنيه بمنطقه السادس من اكتوبر، لأن تلك المنطقة كانت مأوى لكثير من الإرهابيين الذين قاوموا استهداف بعض المنشآت الحيوية في الدولة خلال الفترة الماضية. لذلك مع استمرار الجهود واستمرار العناصر واستمرار البحث في عن الخلايا الإرهابية، كانت الضربة التي وجهتها وزارة الداخلية اليوم ل6 عناصر تم الكشف عن هوية 3 منهم، بينهم واحد من مدينة العريش وآخر من مدينة السويس وثالث من منطقة الهرم. كانوا يقيموا بإحدى الشقق السكنية المستأجرة في منطقة السادس من أكتوبر. طبعا تجدر الإشارة إلى أن مدينة السادس من أكتوبر هي إحدى المدن الحديثة التي بها شقق سكنية كثيرة طبقا لبرنامج وزارة الإسكان. تلك الشقق كانت الفترة الماضية يتم استئجارها ببطاقات مزورة لمنع الرفض الأمني لتلك الخلايا. طيب يعني خلينا نتكلم أكتر بخصوص حادث مسطرد، هل تم الكشف عن علاقة ما بين المقبوض عليهم أو يعني من قام بالتفجير الانتحاري على صلتهم بتنظيمات إرهابية معروفة بتنظيمات كبيرة، ولا الموضوع مقتصر على هذه الخلية فقط؟ الخلايا الإرهابية في الآونة الأخيرة هناك انشقاقات داخل الخلايا أو التنظيمات الإرهابية. هؤلاء المنشقين عن تلك الجماعات الإرهابية بدأوا في إنشاء بعض المجموعات الخاصة بهم وقيادتها داخل الأراضي المصرية، ومن ذلك كان تنظيم أجناد مصر أو تنظيم أنصار الشريعة أو تنظيمات أو تلك التنظيمات كان قادتها حسب ما كشفته التحقيقات في الآونة الأخيرة كذلك أن القيادات كانوا تابعين
لتنظيم داعش الإرهابي، ثم انشقوا عن تلك التنظيمات وبدأوا في إنشاء تنظيمات وخلايا كانوا هم قادتها. ما يسمى بالذئاب المنفردة، يعني التعبير اللي بيتم استخدامه. التعبير الذئاب المنفردة، تلك الذئاب المنفردة هي أن يقوم أن يعني تقوم الخلية بتجهيز أحد الأعضاء للقيام بعملية نوعية، تلك العملية النوعية يكون هو تابع للخلية المركزية أو تابع للتنظيم المركزي. تابع للخلية المركزية والتنظيم المركزي، بمعنى يعني في عمليات نوعية اللي هم بيقوموا فيها باستهداف الخلايا، باستهداف حصل في الكنيسة البطرسية مثلا لو نفتكر. الكنيسة البطرسية كانت ذئاب منفردة، ومحاولات ما حدث في الكنيسة في الإسكندرية كان كذلك عملية الذئاب المنفردة اللي هي تجهيز أحد أعضاء الخلية وثم بعد ذلك الدفع به لتفجير نفسه في داخل أكبر تجمع من عدد للمستهدفين، سواء كانت كنيسة، سواء كانت قوات أمن، سواء كانت العنصر المستهدف في لتلك الخلايا. امبارح كانت طبعا نجاح للقوات المصرية في منع تسلل هذا العنصر، وبملاحقة ومعرفة تواصله ومعرفة خط سيره تم الكشف عن الخلية التي تم القبض عليها أمس في القاهرة. لكن اللي حابب اقوله ده ان هو مش تابع او مش تابع لتنظيم كبير، وان هو تنظيم منشق، ده ما اسفرت عنه التحقيقات بالفعل ولا ده يعني توقعات؟ دي طبقا لما اعلنته وزاره الداخليه المصريه. ما فيش ارتباط يعني بينهم وبين التنظيمات زي داعش او سينا او التنظيمات الاخرى المعروفه يعني. طبعا من خلال تتابع البيانات، ليس كل ما يتم الكشف عنه يتم التصريح به حاليا، لان تلك العمليات الارهابيه او تلك المعلومات تكون معلومات مستمره ومتواصله، بمعنى ان يتم مناقشه المقبوض عليهم مرات عديده من قبل الأجهزة الأمنية، حتى يكون إذا ما كان هناك بعض يعني البعد يعني بعض الخلايا بيقوموا بالبعد عن الكشف عن المولين لتلك الخلايا عن وده ياخدنا بقى للخبر الثاني أستاذ محمد، لأنه تم تصفيه السته متهمين الموجودين في الشقه، ويمكن ده اللي بيتم التساؤل عنه دايما، ليه دايما بيكون الخيار الاول هو التصفيه، رغم ان انا لو نجحت في القبض على بعضهم احياء ممكن يوصلوني لاطراف اخرى في القضيه، هخسر ده اكيد لما اقتل كل اللي موجودين تقريبا. هو طبعا حكايه التصفيه من خلال برضه تتابع الاحداث، لماذا لم يتم تصفيه من تم على القبض عليهم امس لو كان نهج وزاره الداخليه المصريه هو التصفيه؟ ما ده سؤال يطرح نفسه. بالامس تم القبض على الخليه على التواصل المستمر، على اتصال مباشر بالمتهم الذي فجر نفسه في حادث الكنيسه، واليوم تم المواجهات الامنيه حسب ما اعلنت وزاره الداخليه المصريه، لان تلك المواجهات اثرت قبل ذلك عن استشهاد العديد من الضباط وزاره الداخليه اثناء القبض عليهم. يعني هل تتخيل حضرتك ان بيكون الخيار الوحيد يعني بيكون عندما يعني تشعر تلك الخلايا بتواجد الشرطه او لحظه المداهمه، فتكون امام المقبوض عليهم شيء من اثنين، اما ان يسلموا انفسهم طواعيه واما ان يواجهوا بالسلاح، وعندما يكون السلاح معهم يعتقدوا انهم بامكانهم مواجهه قوات الشرطه. وحدث قبل ذلك ان تم استشهاد العديد من الضباط اثناء المداهمات الامنيه. تمام. طيب يعني حتى الان التحقيقات ما زالت مستمره مع السته اللي تم القبض عليهم بالامس، يعني ما زالت التحقيقات مستمره معاهم؟ التحقيقات ما صدرش لسه قرار من النيابه بشانهم؟ لم يصدر قرار حتى الان من النيابه العامه بشانهم. ولا تم التواصل يعني في الحالتين؟ يعني هل في حاله شقه 6 اكتوبر برضو هل تم التواصل ان هي دي الخليه اللي كانت موجوده، ولا كان في تواصلات واتصالات بينها وبين خلايا ام؟ لم يتم حتى الآن التحقيقات مستمرة من قبل النيابة العامة ومن قبل والتحريات من قبل أجهزة البحث الأمني، إلا أن تلك الخلايا لابد أن تكون على تواصل بخلايا أخرى أو بشخص، يعني لابد أن يكون هناك ارتباط.
لأن تلك المعلومات التي اتخذت أجهزة الأمن ووزارة الداخلية لم تكن معلومات غير موثقة أو غير مدللة، لأن المداهمة بتاعت التي حدثت اليوم في 6 أكتوبر تم القبض على تم تصفية مواجهة المتهمين، وأثناء المواجهات تم العثور على أسلحة وأسلحة آلية ثقيلة مع تلك الخلية. ف يعني المعلومات نفسها معلومات مدللة ومؤكدة بأن هناك الخلية دي كانت تعتزم القيام حسب ما علمت وزارة الداخلية القيام بعمليات إرهابية خلال الآونة الأخيرة. تمام، استاذ محمد طوقي الصحفي المتخصص في الشان القضائي، بشكرك شكرا جزيلا. معنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ احمد كامل بحيري الباحث في شؤون الامن القومي بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. استاذ احمد برحب بيك. يعني واضح انه في تغيرات ما بتحصل، واضح انه الهجمات اللي كانت منظمه بشكل كبير اللي كان ليها راس مدبر وليها تواصل بينها وبين تنظيمات اخرى اكبر، واضح انه الامور بتتراجع وان احنا بقينا حتى لما يكون في هجمات بتكون عن طريق خلايا ضعيفه جدا ومحدوده التسليح ومحدوده الاستراتيجيه. صحيح، يعني زي ما حضرتك تفضلت مستمر المرحله الاخيره اعتقد ان بدات فيها في نوع من اقرب لانماط العمليات العشوائيه، لكن غير منظمه او غير تابعه لتنظيمات، سواء كانت هذه تنظيمات تقليديه كنموذج القاعده او داعش، او تنظيمات غير تقليديه او ما يسمىها التنظيمات الحديثه او الجديده زي حسم اولاد سواء. اللي خلينا يعني نمط العمليه لاي هذين التنظيمين، ان اولا تنظيم حسم او الوقت الثوره على الرغم ان هو ضعف او شبه انتهى او توقف خلال 6 أشهر الاخيره في مصر، الا ان نمط العمليات اللي بتقوم بيها او بيقوم بيها او قام بيها تنظيم حسم الثوره هو لا يستهدف الكلام بمجمل او بتحليل مجمل عمليه، فده بيبعد ان يكون هناك من قام بهذه العمليه تابع لخليه حسن او الثوره وحتى طلع حسن او يخدم المسميات الخاصه بمضمون او بمضمون نفس التنظيمين وهيكلاتهم التنظيميه. لذلك هو يبتعد قليلا عن هذه العمليه، يعني انه حسم ولواء الثوره مش في خلال تاريخهم، يعني بناء لم يستجب. ما عملوش العمليات دي، لكن ما بيستخدموش اسلوب التفكير او العمليات الانتحاريه. نمط العمليات الانتحاريه ونمط استهداف الكنائس هو نمط اقرب للقاعده، انا اسف لداعش، سواء كان يسمى تنظيم بيت المقدس او حتى تنظيم يسمى بالدوله الاسلاميه في مصر. في لحظه من اللحظات هو الاقرب لهذه العمليه، سواء بنمط الاستهداف كمستهدف او بطبيعه العمليه بقيام عناصر بعائله. ما خلاش نقول ان هذه العمليه اخطر من تنظيم داعش، سواء ما يسمى بالدوله الاسلاميه في مصر او تنظيم ولايه سيناء او الاسماء. مظبوط، لان اكثر من سبب. واحد، هذه العمليه هي عمليه ضعيفه متواضعه من حيث التجهيزات. في التنظيمات التقليديه بيبقى في عمليات، بيقوم في عمليه رصد الاول للمكان، ثم عمليه دعم ومسانده للعنصر الذي يقوم بعمليات التغيير. وعلى الرغم من بيان وزاره الداخليه تحدث عن ان هناك عنصرين قام بالمتابعه او المسانده لهذا العنصر الذي كان ينوي عمليه التغيير، الا ان ايضا لا يدل على تجهيزات كامله واجراءات كامله بتكون شبيهه بما حدث من نمط عمليات او لقدرات التنظيمات التقليديه سواء كان بيت المقدس او الدوله الاسلاميه في مصر. الجزء الثاني ان العبوه التي او طبقا للداخليه تحدث عن وجود عبوه داخل اسفل الهدوم وليس حجابا ناسفا، تحدث عن عبوه داخل شنطه او حقيبه اسفل الهدوم، هو مش حجاب ناسف، هو اقرب او ممكن يطلق عليه عبوه ناسفه بدائيه. حتى في عمليه تسجيل العبوه هو ادى استاذ، واضح انه في خلل في الاتصال. لا يعني هنحاول نتواصل مع الاستاذ احمد كامل بحيري مره ثانيه لحد ما يرجع لنا. احنا كنا بنتكلم عن
انه هذه العمليه تبدو عمليه عشوائيه من حيث التجهيز والاعداد ليها ومن حيث الطريقه اللي تم التنفيذ بيها. كمان اتكلم استاذ احمد عن فكره التواصل يعني بين هذه العمليه وبين التنظيمات المعروفه زي لواء الثوره وحسم، وقال انه ده مش النهج اللي هم بيتبعوه يعني في عملياتهم، سواء النهج انه يدفع بانتحاري او تفجير الكنائس، يعني لم يسبق لهم ده. فواضح زي ما قلنا انه العمليه عمليه صغيره، عمليه لخليه محدوده، مش عمليه كبيره يقف وراءها تنظيم كبير ومتماسك او يعني واضح زي ما حاصل في ولايه سيناء او غيره. عموما يعني واضح ان احنا فقدنا الاتصال بالاستاذ احمد كامل بحيري. انا بشكره شكرا جزيلا استاذ احمد كامل بحيري، الباحث في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه والمتخصص في شؤون الامن القومي. وزير البيئة أعلن والزراعة البوروندي أعلن عن تولي بوروندي رئاسة المجلس الوزاري لحوض النيل في دورته القادمة بعد إثيوبيا بدلا من مصر. القاهرة كانت اعتذرت عن تولي هذا المنصب رغم أنه ده الدور بتاعها بسبب الاستمرار في تجميد نشاطها في مبادرة حوض النيل منذ التوقيع على اتفاقية عنتيبي في عام 2010. الخلافات حوالين بنود الاتفاقية ما زالت عالقة بين مصر وبين الدول الموقعة، واللي بتعتبرها مصر مساس بأمنها المائي وحصصها التاريخية المتعارف عليها في مياه النيل. في ظل كمان أزمة المياه اللي بتواجهها مصر، تم افتتاح قناطر أسيوط الجديدة أمس ومحطتها الكهرومائية، واللي استغرقت 6 سنوات لتنفيذها بتكلفة بلغت 6.5 مليار جنيه بدعم ألماني. المشروع هدفه تحسين الري في 5 محافظات هي أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والخبرين، زي ما احنا ملاحظين متعلقين بالملف المائي. الملف المائي اللي هو مصدر قلق كبير للمصريين في الفترة الأخيرة. خلينا نرحب عبر الهاتف بالسفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية سابقا. سيادة السفيرة مساء الخير. تقديم حضرتك للقرار المصري والرفض المصري للتولي الرئاسة الدورية بسبب اعتراضها على اتفاقية انتيبي وبسبب اعتراضها على السياسة الاثيوبية فيما يتعلق بسد النهضة. هو طبعا هو موضوع مفهوم جدا، مش معقولة ان انا اتولى رئاسة كيان وانا اساسا لم انضم للاتفاقية المنظمة اللي هو معترض على ما اجمعت عليه الدول الاخرى طبعا ما عدا السودان والكونغو. يعني احنا دلوقتي 3 دول فقط التي لم توقع على هذا الاتفاق، وبالتالي ما كانش في اي منطق ان انا ادير اجتماع انا مش معترف الكيان نفسه اصلا. الكيان عن الاتفاق احضرنا. طيب هنحاول نتواصل مره ثانيه مع سياده السفيره منى عمر لانه الصوت للاسف مش قادرين نستبين منه، واضح ان في خلل في الاتصال. هنحاول نتواصل مره ثانيه مع سياده السفيره ولحد ما ترجع علينا. احنا كنا بنتكلم عن اعتذار مصر عن رئاسه المجلس الوزاري لحوض النيل. السفيره منى عمر قالت ان ده اجراء طبيعي لان هي مصر مش معترفه بالاتفاقيه اصلا ولا بهذا الكيان، فبالتالي مش منطقي ان هي تتولى رئاسته. كمان ده بيعيد الكلام مره ثانيه عن ازمه سد النهضه. في النهايه ما زالت هناك ازمه عالقه، ما زالت اثيوبيا بتماطل، ما زالت بتكسب وقت الحقيقه. يعني واضح انه السياسه الاثيوبيه قائمه على كسب الوقت والتطويل في امد الاتفاقات لحين تحول السد الى امر واقع، فبالتالي بعد كده مش هيكون في امكانيه انك انت تهدم السد. والواضح كمان لو ربطنا بالخبر الثاني بتاع القناطر الجديده قناطر اسيوط، فواضح ان مصر كمان بدات تتعامل على ان ده امر واقع، وانه هذا الامر الواقع سيترتب عليه بعض المشاكل. مشاكل طبعا في نقص المياه وفي نقص المياه الصالحه للشرب وللري، وبناء عليه زي ما شفنا كان قرار حظر تصدير وزراعه الارز، وكان في قرارات اكتر من قرار تاني عشان يواجه هذا النقص. رجعت لنا مره تانية السفيره منى عمر. سياده السفيره اتفضلي. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. انا كنت بتكلم على انه مصر اشتغلت الاجتماع. يعني كان في دكتور احمد بهاء الدين اللي هو رئيس قطاع المياه شارك في الاجتماع، ولكن انا لم اتولى الرئاسه والقى كلمه فيها وتحدث خلالها برضو عن الموقف المصري وكرر المبادئ اللي هو الموقف المصري.
من موضوع الاتفاق عن سيد مع سيادتك انه لم نوقع عليه. لسه للاسف ما زال المشاكل في التواصل. استاذ سفيره حضرتك سامعاني؟ انا سامع حضرتك. طيب سؤالنا التالي يا فندم متعلق بالآلية اللي مصر المفروض تدير بيها ملف سد النهضة وملف الملف المائي اللي هو ملف من أهم ملفات الأمن القومي. واضح أن إثيوبيا خلاص ماضية في بناية السد والموضوع تحول إلى أمر واقع. هل في خطوات تانية ممكن مصر تاخدها علشان تقلل على الأقل من الآثار السلبية اللي قد تترتب على سد النهضة؟ هو في طبعا اتفاق وتوافق بين الدول الثلاثه المعنيه اللي هو مصر واثيوبيا والسودان، كان على احاله الموضوع للمكتب الاستشاري. المكتب الاستشاري قدم التقرير الاستهلالي، التقرير اللي هو بيوضح في مدى لو كان في ضرر بيقع على مصر والسودان ام لا، وايه يعني هذه الاضرار وحجمها ومدى تاثيرها على مصر والسودان. التقرير الاستهلالي لاقى اعتراض من الجانب الاثيوبي، اعترضوا على عدد من النقاط فيه. مصر برضه كان ليها بعض الملاحظات، وتم الاتفاق على احاله هذه الملاحظات للمكتب الاستشاري للرد عليها، ومن المنتظر ان هو يقوم بالرد اعتقد في خلال اسبوعين من الان، وبناء عليها يعني يستمر عمليه التفاوض ويستمر عمليه اعداد التقرير اللي على اساسه هنقدر ان احنا نحدد. لو ما فيش ضرر بيقع على مصر يبقى ما فيش مشكله خالص. طيب ولو في يعني لو في مشكله بالنسبه لمصر، احنا عندنا طبعا تعهد من الجانب الاثيوبي بانه مش هيقع اي نقص من الحصه المائية لمصر، وبالتالي هيتم الاتفاق على كيفية تناول هذا الموضوع سواء من خلال عملية ملو الخزانات بتتم في مهلة زمنية طويلة بحيث انه ما يأثرش على المنسوب الذي يكون الى مصر، وإدارة مشتركة ايضا للتواجد المصري السوداني مع اثيوبيا في عملية إدارة الفن. هو ده الحلول المنتظرة يعني. تمام سيدة سفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وهو ده مربط الفرس دايما الكلام عن التعهد الإثيوبي وعدم تضرر مصر من قيام السد، في حين أن احنا لما بيطلع تقرير استهلالي بيقول أنه السد قد يضرب مصر إثيوبيا لا تعترف به، فبالتالي التعهد هو مجرد كلمة في النهاية. عند التنفيذ الأهم هو الاتفاقيات، الأهم هو الواقع على الأرض. وزي ما قلنا ماذا لو أصدرت كل التقارير فيما بعد تأكيدات على أن هذا السد سيتسبب في ضرر لمصر، هل هيكون في إمكانية أن احنا نهد السد مثلا، أن احنا نمنع إثيوبيا من استخدامه؟ أكيد الموضوع مش هيكون بالسهولة. خلونا أيضا نرحب عبر الهاتف بالدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والري. دكتور نادر برحب بيك. مساء النور، اهلا بحضرتك. يعني مصر اعتذرت عن رئاسه المجلس الوزاري لحوض النيل، وده اجراء يعني متوقع باعتبار مصر معترضه اساسا على اتفاقيه عنتيبي. اجراءات من هذا النوع ممكن تكون مؤثره الى اي مدى في مفاوضات سد النهضه؟ لانه الاجراءات اللي بتاخدها مصر حتى يعني هي اجراءات طبعا لن تخرج في النهايه عن السلميه والاجراءات الاحتجاجيه، لكن في النهايه لا تغير في الواقع شيء. هو كان المفروض ان احنا الحقيقه نفصل ما بين تحفظنا على اتفاقيه عنتيبي وما بين عضويتنا في دول حوض النيل. وانا كنت بعتقد انه مصر كانت تتولى الرئاسه وكان ده هيديها فرصه علشان تتواصل مع الدول السته الموقعه على اتفاقيه عنتيبي، وهم متفاهمين للتحفظات الاربعه اللي مصر عليها، اللي هو مبدا الاختيار المسبق اللي هم لغوه، التصويت يكون بجميع الاراء او على الاقل دوله من دول المنطقه تكون موجودين فيها، عدم الغاء الاتفاقيات السابقه والبناء عليها. فانا بعتقد ان مصر لو كانت توليت الرئاسه، طالما احنا رجعنا لمفاوضيه حوض النيل من العام الماضي
ما كانش مفروض نعتذر، وان ده كان هيدينا فرصة اكبر للتواصل مع الدول الموقعة للنظر في التحفظات المصرية، بدل ما نعتبر ان نهر النيل ده تاريخه كله منتهي وبيبدأ عام 2010 وقت توقيع الاتفاقية. لا، تعالوا نبني على الاتفاقيات اللي فاتت، تعالوا نستقطب مياه المستنقعات ونقسمها بينا للدول اللي عايزة حصص اضافية، تعالوا السدود مصر عمرها ما اعترضت عليها واحنا اللي بنينا. الموافقة على رئاسة المجلس يا دكتور هتكون اعتراف باتفاقية عنتيبي اللي هي بتنزع مصر حقوقها التاريخية. لا يا فندم، لا لا، المفوضية حوض النيل حاجة واتفاقية عنتيبي حاجة تانية، بدليل طيب ما هي الكونغو ما وقعتش على الاتفاقية ولا مصر ولا السودان ولا جنوب السودان، هل ده معناه ان هم ما يحضروش اجتماعات مفوضية حوض النيل؟ لا يحضروا، انما كون انه ست دول من حوض النيل وقعوا على اتفاقية وجي دور مصر في الرئاسة، انا اعتقد كان من الافضل لنا ان نتولى الرئاسة ونعرض التحفظات المصرية لانها مشروعة ولوجيك جدا ونقدر نتفاوض معاهم فيها، بدل ما ان احنا نرضخ وقد يتولى طبعا حد من الدول الستة الموقعين على الاتفاقية، وبالتالي هيكون التفاوض اصعب لو من ان لو مصر هي اللي كانت متولية الرئاسة في هذا العام. طيب خلينا برضو ننتقل لقضية قناة الأسيوط، في النهاية هي مشروع ممكن يسبب او ممكن يعني يقلل من اثار الناتجه عن سد النهضه بعد تشغيله، الى اي مدى حضرتك شايف القناطر دي ممكن تكون مفيده؟ شوف، هي قناة الأسيوط الجديدة هي إحلال لقناة الأسيوط القديمة اللي عمرها تجاوز 100 عام، وبالتالي أصبح كفائتها وتصريب المياه منها غير مقبول علميا، وبدل ما نعمل لها صيانة وجدنا أن تكاليف الصيانة تساوي تكاليف إنشاء قناة الجديدة، فقررنا أن احنا ننشئ قناة الجديدة نقدر كمان نولد منها كمية من الكهرباء معقولة تعادل يعني دخلها السنوي حوالي 100 مليون جنيه مصري، تساهم في إنارة بعض القرى في الصعيد اللي محتاجة أو التوسع الصناعي أو غيره، وفي نفس الوقت نحد التسرب من المياه ونرفع كفاءة الري وتصل المياه إلى نهايات الزمام، لأنه الست محافظات اللي هم دايما بعد القناطر اللي هيستفيدوا ابتداء من أسيوط وصولا إلى الجيزة، كان دايما المزارعين في نهاية الزمام يشتكوا إن المياه ما بتجيلهمش، إنه كفاءة الري منخفضة وكفاءة النقل أو الدليفري سيستم منخفض، فكان لازم القناطر الجديدة دي هترفع كفاءة الري في حوالي 1.7 مليون فدان حسب الرقم الرسمي اللي وزارة الري قالته، وبالتالي ده بيعلي لما نعلي كفاءة الري وكفاءة نقل المياه، ده في توقعات ان احنا نقدر نوفر ما بين 4 إلى 5 مليار متر مكعب كانت بتهدر عبر الفقد والبوابات التالفة في القناطر القديمة، وإن كان وزارة الري بتشوف إن إحنا ممكن نوفر كمان 10 مليار، إنما أنا الحقيقة منطقيا ما بين 3 إلى 5 مليار فقط من رفع كفاءة الري عبر القناطر الجديدة، يمكن دول طبعا لما نوفر 5 مليار، وأنا متوقع إن إثيوبيا لو بدأت التخزين السنة دي زي ما هي أعلنت في تسريبات إن هيخصموا 15 مليار متر مكعب لمدة 3 سنوات عشان يخزنوا أول 45 مليار تخصم مناصفة من مصر والسودان، يبقى على الأقل العشرة مليار اللي هتخصموا من مصر قدرنا نوفر منهم 5 عن طريق قناطر أسيوط الجديدة ورفع كفاءة الري ورفع كفاءة نقل المياه، نساهم شوية ربما نعيد النظر في سياسة تحجيم سياسة زراعة الأرز، والنظر أيضا لأنه في ضمن الخطة تحجيم أيضا زراعات الموز المستنزفة للمياه وقصب السكر إحلاله بالبنجر في بعض المحافظات الشمالية حتى المنيا، فكل دي يعني واضح أنه خلاص كلنا بنتعامل مع تأثيرات، واضح ان احنا كلنا بقينا نتعامل مع سد النهضة لأنه أمره واقع خلاص، فالأفضل أنه نستعد له ونشوف إيه اللي ممكن الإجراءات اللي ممكن اتباعها لتقليل الآثار الناتجة عن السد. شفنا قرارات منع زراعة الأرز، شفنا أهو بنتكلم عن قناطر أسيوط، شفنا كلام كمان عن مشروعات لتحلية مياه البحر، فيعني واضح أنه في تحركات لمواجهة الآثار اللي قد تترتب عليه. معك حق، هو طبعا السد النهضة أصبح واقع كده زي تغيرات المناخ، فأصبح إن احنا واجب علينا نعمل أدابتيشن أو نتأقلم بقى مع ظروف ندرة المياه، مع ظروف
تخزين المياه لأول 3 سنوات لغاية بعد كده. طيب ماذا بعد ال3 سنوات؟ مفروض انه حجم سعة تخزين بحيرة سد النهضة 75 مليار. طب احنا اتفقنا يملوا 45 مليار، طب بعد 3 سنين ايه اللي هيحصل؟ هيكملوا ال75؟ طب ما هو هيصرفوا ال45 دول عشان يولدوا كهرباء، فالبحيرة هتفضى، يبقى هنبدأ تاني 45 جداد. فالحقيقة في نقاط يعني حتى الآن الكثير من الخبراء مش فاهمين ايه اللي ممكن يتم عليها، لان اولا لازم نتفق على فترة الملء كاملة، ونتفق على فترة الخصم، وتكون في قدرة تحمل مصر والسودان، ونتوافق فيها مع الجانب السوداني ومع الجانب الاثيوبي ايضا. طب انه يتفهم طب انه 10 مليار ليه ده ما بيحصلش؟ احنا شايفين وقت كتير جدا بيضيع في مفاوضات احنا عارفين انها مش هتسفر عن شيء، في النهاية في وقت طويل جدا بيضيع في التفاوض بين مصر واثيوبيا والسودان ولجان مشتركه ومش عارف ايه، واحنا عارفين في النهايه ان السد خلاص هيتم تنفيذه ولا تراجع عنه. ليه الوقت ده ما بيتمش استخدامه او استغلاله علشان نتوافق على الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي؟ شوف الحقيقه مثلا يعني كان من 3 شهور كانت الدنيا مش عليله جدا، ووزير الخارجيه في الاجتماع الثلاثي ادلى بتصريحات ان انتوا لازم تتفهموا حاجه مصر، وان احنا دوله صحراويه وعايشين على 7% من ارضنا وما نقدرش نفرط في اي قطره ميه. فوجئنا في الاجتماع الثاني بيقول ان على طول بيان هادي جدا، وان احنا تواصلنا الى توافقات لم يعلن عنها، وانه اثيوبيا متفاهمه، والرئيس الاثيوبي يجي مصر يقسم ان هو لن يضر مصر. وطبعا العلاقه بين الدول ما بتقومش على كده، بتقوم على المعاهدات المكتوبه والموقعه. انما الحقيقه مثلا تيجي بقى احداث سياسيه، محاوله اغتيال ابي احمد والانفجار اللي حصل في اديس ابابا، كل دي اجراءات سياسيه ترحل وتاجل وتاجل، والتسويف والوقت في صالح اثيوبيا وليس في صالح مصر. انما المفروض ان خطه استكمال المخزون سد النهضه تكون بالكامل متوافقه، وتكون مصر على درايه كامله بيها، وهيتخصم مننا قد ايه كل سنه والمده قد ايه، وده يكون في قدرتنا، وبالتالي نقدر نعدل السياسات الزراعيه والسياسات المائيه، سواء في رفع كفاءة نقل المياه من السد العالي لغاية الدلتا، أو في كفاءات الري، أو نضع الأسس إن إحنا هنستورد قد إيه بقى سكر لما نقلل زراعات والموز والرز، وهل هيحصل تقليص مرة أخرى في زراعات الرز، ولا هنبقى نص المساحة الحالية اللي هي 700,000 فدان، وده يخلينا نستورد حوالي 2 مليون طن رز كل سنة عشان نستكمل حاجتنا من الرز الأبيض. كل دي حاجات لازم تكون مصر تحط إيديها عليها وتتوافق فيها. صحيح. مع الجانب الإثيوبي والثاني، ونتمنى أن يحدث هذا قريبا يعني إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري، شكرا جزيلا على مشاركة حضرتك معانا. هنروح لفاصل صغير ونرجع نفتح بعده ملف الموظفين والجهاز الإداري للدولة، اللي واضح إن في كلام كتير حواليه اليومين دول. خليكم معانا. اهلا بكم مره تانية. يعني في الفتره الاخيره كان في اكتر من تقرير صحفي اخرهم النهارده بيتكلموا عن اعتزام الحكومه تقليص اعداد الموظفين في القطاع الاداري اللي بيضم اكتر من 5 ملايين موظف بحسب التقرير وبحسب الاحصاءات الرسميه. اجور موظفي الدوله بتستحوذ على 20% من موازنه الدوله، يعني بيحصل الموظفين في الجهاز الاداري على 268 مليار جنيه، يعني حوالي 15 مليار دولار سنويا. الحكومة بتستهدف تقليص العدد والاستغناء عن حوالي 2.5 مليون موظف على الأقل بحسب التقديرات والتقارير الاقتصادية، في حين البيانات الرسمية بتشير فعلا أنه بالفعل تم تقليص عدد الموظفين بشكل تدريجي، حيث تراجع عددهم حوالي 900 ألف موظف ما بين عامي 2015 و2017. يعني عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة خلال سنتين نقص حوالي 900 ألف موظف، عشان يكون الإجمالي عندنا دلوقتي حوالي 5 ملايين موظف. تقليص عدد الموظفين خلونا نفتكر أنه كان من أحد أهم شروط صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو للأمانة برضو في ناس شايفة أنه طلب طبيعي ومنطقي، وأنه الجهاز الإداري للدولة متراهل جدا وفي عدد يفوق الحاجة، وأنه الطبيعي أن يحدث هذا التقليص، في حين أنه ناس تانية شايفة أنه ما ينفعش تحل مشاكلك وتحل مشاكل ارتكبتها أنظمة وحكومات سابقة بأنك تنزع
مصدر دخل هؤلاء الناس. هل ممكن يتم الوصول لآلية لطريقة يتم بها تحقيق هذا الهدف من غير الجور على حقوق الناس؟ ده اللي هنحاول نناقشه لكن بعد التقرير. تعتزم الحكومة المصرية تقليص أعداد الموظفين في الجهاز الإداري الذي يضم أكثر من 5 ملايين موظف بنسبة موظف لكل 16 مواطن، وتستحوذ أجورهم على 20% من موازنة الدولة بنحو 15 مليار دولار سنويا. وبحسب تقارير صحفية تستهدف الحكومة خفض العدد ليصل إلى ما نسبته موظف لكل 40 مواطنا، أي الاستغناء عن نحو 2.5 مليون موظف. من بين تلك الخطوات فتح باب المعاش المبكر عند سن 50 عاما بدلا من 60، وهو نظام اختياري وغير إجباري أقرته الحكومة، وإغلاق باب التعيينات الجديدة إلا في أضيق الحدود باستثناء جهازي الجيش والشرطة، خاصة أن هناك نحو 200 ألف موظف يخرجون على المعاش سنويا، وأنه يوجد نحو 38% من الموظفين ما بين 50 و60 عاما. وأخيرا تقليص عدد أيام عمل الموظفين إلى 4 أيام أسبوعيا. وعلى الرغم من ورود أنباء عن تنفيذ التخفيض الاختياري لسن التقاعد، إلا أن الحكومة نفت تلك الأنباء بداعي أن سن المعاش أمر يحدده الدستور ولا يمكن خفضه بقرار حكومي، إلا أن التخطيط لخفض عدد الموظفين بالجهاز الإداري أمر مطروح من ضمن السياسات الاقتصادية التقشفية الحالية التي أتت من ضمن شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار. وقد بدأت الحكومة بالفعل في إعادة هيكلة الجهاز الإداري من خلال قانون الخدمة المدنية الذي وافق عليه مجلس النواب شهر إبريل العام الماضي، والذي يسهل إجراءات التخلي عن موظفي القطاع العام. الجهاز الإداري للدولة. وقد عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استيائه من حجم الجهاز الإداري للدولة وعدم فعاليته، إلا أنه أصر على عدم تخفيض أعداد الموظفين. هل هو أداء الجهاز الإداري للدولة في مصر ده بيعمل بالشكل اللي احنا نتمناه؟ أنا بقول لكم لا. وحنرجع تاني بقى احنا عيننا 1 مليون في 2011، عيننا 1 مليون ما لهمش أي حد خالص. ده الجهاز هو مشبع في 5.5 مليون، وروحنا احنا مزودين 1 مليون بالمظاهرات. انا اقدر امشي الناس دي؟ لا ما اقدرش، ومش هقدر، وما فيش حد هيقدر. البيانات الرسمية تشير الى تقليص عدد الموظفين بالفعل بشكل تدريجي، حيث تراجع عددهم بنحو 800 و900 ألف موظف ما بين عامي 2015 و2017، يصل الى نحو 5 ملايين موظف بدلا من ما يقارب 6 ملايين موظف، وسط توقعات باستمرار تراجعهم خلال العامين المقبلين. خلونا نرحب عبر الأقمار الصناعية من برلين بالدكتور أحمد بدوي، الباحث الرئيسي في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة برلين الحرة. دكتور أحمد برحب بيك، وخلينا في البداية من وجهة نظر حضرتك وفي تقدير حضرتك، هل الجهاز الإداري للدولة المصرية به عدد كافي؟ العدد الموجود فيه يتناسب مع ما يقوم به من أعمال من حيث المبدأ، ولا هذا العدد بالفعل يحتاج إلى تخفيض؟ أعتقد المشكلة مش مشكلة حجم، لكن مشكلة كفاءة وعدالة ونمو. بمعنى لما نبص على حجم الجهاز الإداري لدولة زي مصر هنلاقيه ان هو متوسط مقارنة بدول تانية في العالم. يعني مثلا الصين والهند، الصين معينة حوالي 40% من حجم العمالة متعين في الحكومة، الهند 44% من حجم العمالة متعين في الحكومة، مصر حوالي 20% من حجم العمالة، تقريبا حوالي 5-6% من عدد السكان، وده ما يعتبرش حجم كبير. مشكلة مصر مشكلة كفاءة. طبعا صندوق النقد الدولي فلسفته واضحة، الدولة تحت أي ظرف من الظروف لازم دورها يقل وحجمها يقل. ماشي، ناس يعني ممكن تتفق أو تختلف مع الكلام ده نظريا، لكن نبص لحالة مصر. الحاجات دي مش بس لها اعتبارات اقتصادية، لازم كمان يكون لها اعتبارات سياسية. نبص على مشكلة الكفاءة. لغاية دلوقتي بنسمع عن إن حجم الدولة، حجم الجهاز البيروقراطي هيقل، وهيقل بنسبة كذا، وعشان نوفر أموال كذا.
لكن لغاية دلوقتي ما سمعناش عن أي خطة لإصلاح الأداء الجهاز البيروقراطي. تقليل حجم الجهاز البيروقراطي مش بالضرورة ومش تلقائيا هيساعد في تحسين الأداء، ومشكلتنا في مصر مشكلة أداء مش مشكلة حجم. تاني مشكلة لو بنتكلم على العدالة، ناخد مثل بسيط جدا. الناس اللي بيتم تسريحهم من سنتين واللي هيتم تسريحهم الأيام اللي جاية، في تقديرات غير رسمية بتقول ان في حوالي 83 ألف مستشار، ناس خرجوا على المعاش، موظفين يعني في الجهاز الإداري، موظفين كبار أو ناس من الجيش أو من الشرطة خرجوا على المعاش، بيتم تعيينهم مستشارين في وزارات الدولة المختلفة. 83 ألف يعني حوالي 1.5% من العاملين في الدولة. مرتباتهم بتوصل حوالي 10% من فاتورة الأجور بتاعة العاملين في الدولة. ما سمعناش أي حاجة خالص عن الناس ديت. هل لهم دور أن الناس ديت تفضل تستمر بعد 60 وحتى منهم بعد 70 يفضلوا يشتغلوا وياخدوا فرص الشباب؟ مشكلة تانية، سمعنا عن تقليص حجم الناس اللي بتشتغل في الدولة. طب نيجي للجيش والشرطة، هل فعلا بيتم تقليص حجم الجيش والشرطة؟ ما بنسمعش كده، بالعكس بنسمع ان الجيش والشرطة عددهم بيزيد وأجورهم بتزيد. لازم نسأل نفسنا طب ليه؟ لو ان الدولة فعلا حاسة بالأمان والاستقرار وفي شرعية، ما كناش هنحتاج ان احنا نصرف جزء كبير من الأجور على الجيش والشرطة. في اعتبارات سياسية، القطاع الخاص ضعيف، عندنا تقريبا نسبة عمالة بين الشباب حوالي 33 أو 34% من أعلى نسب البطالة بين الشباب في العالم. طب الناس دول مين هيعينهم؟ أنا دلوقتي بسرح ناس من الجهاز الإداري للدولة وعندي قطاع خاص ضعيف، يعني عندي قنبلة موقوتة، شباب مش لاقي شغل. لو ان القطاع الخاص ضعيف وفي اعتبارات سياسية، الدولة لازم تتدخل بحيث ان هي يعني ما يكونش القنبلة الموقوتة ديت موجودة. الحل ايه؟ نيجي بقى لموضوع النمو. الدولة مشكورة بتعمل اصلاحات، واصلاحات مهمة، محدش يعترض على كده. ممكن برضو نتفق او نختلف في طريقة الاصلاحات ديت، طريقة عملها، لكن اللي مش شايفينه لغاية دلوقتي واللي ناس كتير بتقوله جنب الإصلاحات المالية اللي هي زي ما حضرتك قلت كلها بتعتمد على التقشف، لازم يكون في سياسة من الدولة للنمو. لازم حجم الكحكة يكبر، لازم يكون في إنتاج، لأن نتيجة الإنتاج دوت الدولة تقدر تاخد ضرائب وتقدر من خلالها إن هي تساعد في توفير فرص عمل للناس اللي مش لاقيين فرص عمل لا في القطاع الخاص ولا في قطاع الدولة. فنرجع تاني نلخص، إن المشكلة مش في حجم الدولة بالذات في حالة مصر، وده زي يعني عكس الكلام اللي الناس بتوع صندوق النقد الدولي بيقولوه، دي أيديولوجية عندهم. المشكلة في الكفاءة، ومشكلة في العدالة، ومشكلة النمو الاقتصادي. طيب دكتور احمد، عايز اخد حضرتك برضو النقطة بتأكد كلامك المتعلقة بالنمو، انه جزء كبير من الموظفين المطلوب تسريحهم دول هم موظفين في شركات حكومية خاسرة، وانه سبب خسارة هذه الشركات هي الادارة، طريقة الادارة. فهل الاولى التفكير في تحسين طريقة الادارة ودفع هذه الشركات، خصوصا انها شركات منتجة وشركات تاريخية كمان ولها سوابق مهمة وكبيرة ونتائج اعمال سابقا كانت كبيرة، هل الأولى إن أنا أصلح هذه الشركات الخاسرة وأدفعها إن هي تربح فبالتالي تستوعب فرص عمل وتقلل هذه الفجوة الموجودة، ولا إني أفكر بس في تقليل عدد الموظفين فيها؟ تقليل عدد الموظفين في حد ذاته مش هيحل مشكلة الكفاءة. في عندنا مشكلة كبيرة في الإدارة، في إدارة كل حاجة في الدولة، مش بس الشركات القطاع الأعمال العام، في عندنا مشكلة كبيرة في الإدارة. المشكلة دي لازم نلاقي لها حل، وكان الأولى إن احنا لما بنتفاوض مع صندوق النقد الدولي وبالذات مع البنك الدولي، إن احنا نقول لهم احنا عندنا مشاكل سياسية ما تسمحش إن احنا نزود من البطالة. اللي احنا محتاجينه منكم ومن الخبراء بتوعكم تيجوا تساعدونا إزاي إن احنا يكون عندنا إدارة أفضل. الإدارة الأفضل بتساعد على النمو،
الشركات الخاسرة زي ما حضرتك تفضلت وقلت بسبب الإدارة مش بسبب أي حاجة تانية، لازم نساعد الشركات دي أنها تشتغل وتكسب. الحل مش أن أنا أسرح عمال أو أسرح ناس موظفين في الدولة يضافوا على جداول البطالة، لازم يكون في نمو حقيقي في البلد، لازم الكحكة تكبر، لازم الإنتاج يزيد، لأن دي الحاجة الوحيدة اللي هتعبر بينا لبر الأمان. الإصلاحات مهمة، محدش بيعترض، إصلاحات مهمة وكان لازم تتعمل من زمان، شكرا جدا، لكن جنب الإصلاحات دي اللي هي معتمدة على التقشف وعلى يعني تقليل من حجم الإنفاق، لازم يكون في برنامج جاد وطموح والاستمرارية، ان يكون في تطوير في الصناعة، ان يكون في نمو اقتصادي، ان ما نزحمش القطاع الخاص في اكل عيشه عشان يقدر يكون عنده حرية وعنده امان انه يستثمر ويوفر فرص عمل. هو ده اللي محتاجين نشوفه دلوقتي في مصر جنب الاصلاحات اللي بيتم عملها. تمام دكتور احمد، خليك معايا، هنتقل عبر الهاتف للاستاذ الهام المرغاني الخبير الاقتصادي وعضو مجلس امناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. برحب بك يا فندم. والكلام عن انه تقليص عدد الموظفين هيتم بآلية لن تضر احد، يعني الاعتماد على ان في 200,000 بيتقاعدوا تقريبا كل سنه بيتحولوا الى سن المعاش، ان عندنا 38% اصلا من الموظفين بين 50 و60 سنه، وانه عندما يفتح المجال للموظفين هيتم الفتح على المعاش المبكر عند 50 سنة وهياخد مستحقاته كاملة، فبالتالي أحقق الغرض إن أنا هقلل عمالة أنا مش محتاجها وأقلل عبء على الموازنة، وفي نفس الوقت مش هيضار الموظفين. هو الحقيقة طبعا الصندوق النقد الدولي فارض على مصر تخفيض عدد الموظفين، فالموضوع إنه لم يتم إجراء اي دراسات تثبت ان في حجم الفائض اللي موجود في الجهاز الاداري للدوله قد ايه، وايه هي القطاعات اللي فيها فائض، لان احنا عندنا التدريس في عجز، التمريض في عجز، الصحه فيها عجز، كتير جدا عمال النظافه فيهم عجز، عمال الصيانه فيهم عجز. طب منين ان احنا يعني الفائض موجود في اي وظائف والعجز موجود في اي وظائف؟ لا وزاره التخطيط عندها الدراسه دي، ولا الجهاز المركزي للتنظيم والاداره عنده الدراسه دي، وبالتالي كل الكلام اللي بيتقال هو مجرد كلام عشوائي لا يعتمد على اي اساس علمي. الحاجه الثانيه، لما يبقى عندي اكثر من 1,000,000 شخص شغالين في التعليم واتكلم على تخفيض عدد العاملين في التعليم، طب ولما اغفضهم من 1,000,000 هخليهم مثلا 200,000، يبقى معنى كده ان الدوله هترفع يدها بالكامل عن التعليم والصحة، وبالتالي تطلق يد القطاع الخاص عشان يتاجر في تعليم الناس وفي مرض الناس. وبالتالي هذه السياسة اللي هي ظاهرها تخفيض مبلغ الانفاق على الأجور، طب ما يخفضوا 38% من الموازنة اللي بتروح من الاستخدامات لفوائد الديون، يخفضوا الاعتماد على الديون الموجهة للاستهلاك، ويبحثوا عن ديون توجه للاستثمار وتوفير فرص عمل وخلق قيمه مضافه حقيقيه للاقتصاد المصري. الحقيقه هم بيدوروا على الحلول السهله بغض النظر عن تكلفتها. ما هو بيقال برضه ان اجور موظفي الدوله تقريبا 20% من موازنه الدوله، وان هي حوالي 268 مليار جنيه في السنه، في ضاغط على الموازنه. لا الحقيقه الاجور اهميتها بالنسبه لاجمالي استخدامات الموازنه بينخفض، واهميتها بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي بينخفض. الحاجه الثانيه، اجمالي الاجور القوميه بينخفض، وصل حوالي 20% من الدخل المصري من الدخل القومي لصالح عوائد التملك الاخرى. وبالتالي ده بيعمق غياب العداله الاجتماعيه وزياده الفقر والظلم الاجتماعي. فاحنا بدل ما نيجي نفكر في حل لتحسين اوضاع الاجور، بنيجي نفكر في الحل اللي هو توفير العماله. الحاجه الثانيه هي كم عدد المستشارين من اللواءات المتقاعدين اللي مفروضين على الجهاز الاداري وبياخدوا مرتبات اكثر من نص مرتبات الجهاز الاداري رايحه على ضباط متقاعدين.
في وظائف في الجهاز الإداري للدولة. لو استغنينا عن المستشارين دول ووفرنا مرتباتهم أوضاع ممكن بنفس موازنة الأجور دي نحسن أوضاع كل مرتبات العاملين في الدولة. تمام أستاذ إلهام المرغني، الحلول موجودة ومتوفرة ولكن الإرادة السياسية هي اللي بتنقصنا. تمام أستاذ إلهام المرغني، عضو مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والخبير الاقتصادي، بشكرك شكرا جزيلا. أرجع لك مرة تانية دكتور أحمد بدأ، وهاخد من الكلام اللي قاله أستاذ إلهامي أنه بدل ما فكر في تقليص العدد ارفع الاجور، اشوف ازاي هصلح منظومه الاجور، وانه بدل ما افكر في تخفيض العدد اشوف في عجز موجود فعلي في الصحه وفي التدريس وفي غيره عشان اكمله. طب ما هو بيقال انه هذا التخفيض هدفه ان انا اوفر موارد تسمح لي بده، تسمح لي ان انا عندي عجز في قطاعات اخرى وفائض في قطاعات تانية، فبالتالي اشيل الفائض وازود العجز. هل ده ممكن يحصل؟ المفروض ان ده يحصل. المشكله اللي قالها ضيفك الكريم، مشكله فين بالظبط العجز وفين الفائض، دي مشكله كبيره جدا وفعلا دي نقطه مهمه طبعا. اي يعني طبعا نقطه مهمه جدا. الخوف ان، وده شفناه في بلاد كتير في جنوب الصحراء في افريقيا، الخوف ان تقليل حجم الدوله يؤدي لانهيار في الخدمات. الانهيار في الخدمات مع حجم بطالة عالي ده فعلا قنبلة موقوتة. يعني لو ان الحكومة مرتاحة دلوقتي لان مفيش معارضة حقيقية، على المدى المتوسط والمدى البعيد انهيار خدمات الدولة زائد ارتفاع نسبة البطالة من الناحية السياسية هذا شيء خطير جدا. ده تخوف مهم جدا يعني، لانه حاليا احنا عندنا مشكله كبيره في الخدمات، في مياه الشرب، في انتظام حتى الصرف الصحي، مشكله كبيره في المحليات وفي المصالح الحكوميه، فما بالك كمان لما خفض عدد الموظفين اللي بيقوموا بالخدمات دي هيكون الوضع ايه؟ في التعليم وفي الصحه وفي كل شيء. فعلا محتاجين وقفه جاده مع النفس، بالذات فيما يتعلق بالعماله والبطاله ودور الدوله. محتاجين تفكير مصري مناسب لوضع مصر. الإصلاحات اللي التزمنا بيها مع صندوق النقد الدولي لازم هننفذها، وده البرنامج ده هيخلص السنة اللي جاية وبعد كده الأمر راجع لينا. محتاجين فعلا وقفة جادة وحوار حقيقي في يعني ومكاشفة كتيرة أيضا جداً. ومكاشفة بالمشاكل فين والفائض فين والعجز فين وهنعمل إيه، لازم يكون في إشراك للناس لأنها هتمسهم هم بشكل رئيسي قبل ما تمس الحكومة. بشكرك شكرا جزيلا من برلين عبر الأقمار الصناعية الدكتور أحمد بدوي، الباحث الرئيسي في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة برلين الحرة. شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، والشكر طبعا ودايما أعزائي المشاهدين ليكم على حسن المتابعة. استنونا بكرة إن شاء الله قبل ساعة من دلوقتي في حلقة جديدة من بتوقيت مصر. لحد ما نشوفكم تصبحوا على ألف خير.